الجالية المغربية المقيمة هنا بالعربية السعودية لها تواجد ملحوظ، حيث تكون الهجرة أساسا من أجل العمل أو التجارة. نموذج من العائلات المنبثقة من الزواج المختلط صادفناه بمكة المكرمة، حيث ينحدر الزوج من أصول باكستانية والزوجة من أصول مغربية. ولم يشكل أبدا هذا الاختلاف في الأجناس والتباعد في الأعراق عائقا في سبيل تكوين أسرة يسودها التفاهم والهدوء وتطوي صفحة الأيام على صعوبتها وقسوة طبيعتها من أجل طفلين هما باكورة هذا الزواج والمستقبل الهدف الذين يعملون من أجله. وتبقى التقاليد المغربية الأصيلة في الملبس والمأكل حاضرة بشكل جلي في هذا البيت الذي قد يبدو وكأنه بيت كباقي البيوت في المغرب. الأجواء في مكة تختلف عن الأجواء في المدن الثانية. أجواء مكة دائما بنعيشوا مع المغاربة، مع الحجاج، مع المعتمرين، دائما ما حاسينش بالغربة. بالنسبة للتقاليد المغربية، طبعا أولادنا معلمينهم شوية على التقاليد المغربية ومحافظين عليها. شخصيا كنخدم هادشي ديال تزيين العرايس في الحفلات، كنديروا أتاي والحلوى المغربية، تلبسوا العروسة اللباس التقليدي المغربي. رغم أنها السعودية فكندخلوا لها أجواء مغربية، ليلتها كنخليوها مغربية. وعلى مدى أكثر من 20 سنة يشتغل الزوج ضمن البعثة الإعلامية المغربية خلال موسم الحج، تسهيلا لمأموريتها من تنقل بين مختلف البعثات وإجراءات إدارية يستدعيها عمل الفريق الإعلامي المواكب لموسم الحج. علي محمد حمداني، جنسية باكستاني، ومزوج من المغرب تقريبا 18 سنة وأنا مزوج مع المغربية، وأولادي ما شاء الله أخذوا جنسية مغربية، وما كرهنا حتى إحنا أنا فاخر ناخذ جنسية مغربية. واش درتيو شي إجراءات باش تاخذوا الجنسية المغربية على المستوى القنصلية والخارجية المغربية؟ لا زال ما سويت شيء، إنما إن شاء الله هنتقدم إجراءات بحيث أخذ جنسية مغربية، لأنه أنا من الناس اللي عزيزة على المغرب. وفي انتظار تحقيق هذا المطلب الذي قد يطول أو يقصر، تظل هذه الأسرة تعمل على التوفيق بين تقاليد المجتمع المستقبل وأصولها المغربية الأصيلة التي هي المرجع والأساس في آخر مراحل الحياة. علي الهيري، عبد الرحيم فيلول، نور الدين أملال، الأولى، مكة المكرمة.